بقى على طول نخش على اللي بعده، وعايزه افكركم ان انتوا بس الاطفال الحلوين الكتاكيت هم اللي هيجاوبوا عليا، ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده، اوكي؟ بس اسئله سهله جدا، صح وغلط. هي من وساندرا، فصل الربيع هو الفصل الذي ياتي بعد فصل الصيف، صح ولا غلط؟ غلط. غلط، برافو يا ساندرا، غلط. امال ايه هو؟ الشتاء. لا، الخريف. الخريف، برافو، ماشي. ديسمبر أقل شهور السنة الميلادية في الأيام، صح ولا غلط؟ غلط. غلط، أمال إيه هو؟ برافو، هو غلط. إيه هو؟ إيه؟ إيه؟ قولوا آه، هي فبراير. برافو، ماشي. اكتشاف الفرد لموهبته يشعره بالسعادة ويزيد ثقته بنفسه، صح ولا غلط؟ صح. صح طبعًا، أنت بتفكر في إيه؟ ماشي، أوكي. التأمل يساعدنا على التفكير والبحث والاكتشاف، صح ولا غلط؟ صح. صح طبعاً، ماشي. لون الزي الرسمي لباتمان أحمر فأزرق، صح ولا غلط؟ غلط. أمال إيه بقى يا ساندرا؟ أسود. أسود. أسود في إيه؟ أصفر في جري. صح، برافو جداً. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ مخلصة خالص. غلط طبعاً، ماشي، أوكي. طيب، في هنا شخصية البطل الخارق الذي يمكنه تسلق الجدران والمباني، هو سبايدر مان الرجل العنكبوت، صح ولا غلط؟ سبايدر مان. صح. صح صح، هو سبايدر مان، ماشي. طب عندنا مهمة تانية، مين ايه رأيكم يمن وليا بقى بجد يجوا؟ نايا. يوه، نايا، تعالي يا نايا.